السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسميا هذا هو تاريخ صرف الشطر الأول من منحة التعليم العالي، فكما صرح نور الدين التهامي مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية التابع للتعليم العالي بأن المنحة سوف تصرف في 15 من شهر دجنبر الجاري، لكن ذلك لم يتم. واشترط نور الدين التهامي في تصريح لجريدة هيسبريس توصل مصالح المكتب بكافة لوائح الناجحين من الطلاب من أجل صرف المنحة، لكن بحسبه التاريخ المحدد لصرف المنحة لن يتجاوز 31 دجنبر الجاري، مقرا بكون الوضعية الحالية مرتبطة بانتظار العلامات والنقاط لصرف المنحة. وعليه فإن الطلبة الذين سيستفيدون من المنحة هم الطلبة القدامى، لكن الطلبة الجدد أو الذين تم منحهم لن يتم تحديد تاريخ بعد لصرف المنحة الخاصة بالطلبة الجدد.